اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، برحب فيكم في برنامج بالعافيه، واكيد انا والشيف سليمان بنقول لكم كل عام وانتم بالف خير، ونعاد عليكم جميعا بالصحه والسلامه، وان شاء الله يكون شهر خفيف جميل عليكم، وان شاء الله تتعلموا من طبختنا اللي كل يوم بنطبخ طبخه جديده. اكيد النهارده هيكون عندنا طريقه جديده في طبختنا، وهي ايه؟ رح يكون عندنا مكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل، ورح يكون عندنا سلطه خس مشكل. تمام. ورح يكون عندنا شوربه بندورة بالذرة. بندورة بالذرة. ورح يكون عنا شغلة ممكن أول مرة بتسمعوا فيها، اسمها مشاط. اسمها مشاط. المشاط دي متكونة من إيه؟ من زهرة. زهرة. بيض. بيض. طحين. طحين. وبقدونس. بقدونس. ايوه. اذا طبختنا النهارده هتكون معكرونه بشاميل بالدجاج، وهيكون معانا سلطه خس مشكل، وهيكون معانا شوربه بندورة بالذرة، واخر حاجه هيكون معانا المشاط. مشاط. اوكي مشاط، انا حفظت اسمها ماني معرفهاش ولا مره شفتها، بس هنتعرف عليها دلوقتي انا وانتو. مقادير طبختنا النهارده كالتالي: معانا هنا مكرونه. أيوة. معانا جبنه هنا اكيد هنحطها على وش المكرونه. جبنه مبروشه. ايوه مبروشه، عشان تدي شويه عشان تتحمر. نعم واكيد يعني تكون وطعم. مظبوط. وهيكون معانا هنا ايه؟ مشروم اللي هو الفطر الطازج. اوكي. وهنا زبده. ايوه. ملح. طحين اللي هو دقيق. أيوة. طحين. واخر حاجه هيكون معانا هنا قطعه دجاج مقطعه بالطول. ايوه. زي ما انتم شايفين الشيف حاطط ميه وغليها من قبل التصوير عشان تكون جاهزه بس للطبخه. انتم كمان قبل ما تبداوا طبختكم جهزوا الميه وجهزوا شوربه مرق الدجاج عشان تكون بس جاهزه للمقادير وتطبخ. اول شيء بدنا نبلش بسلق المكرونة. اسهل منها ما فيش، انا في البيت بعمل بشاميل. حط شوية زيت. شايف انا بعمل مشان بشاميل. تكون سهلة بالسلق. شايف انا بعمل بشاميل. هلا بتعملي نشوف كيف. هتشوف، بس انا في البيت بعمل بشاميل. مع الدجاج والمشروم؟ مع الدجاج والمشروم. يلا. وبنحط شوية ملح على المي. ان شاء الله تكون السلق سهلة عليهم، لان اصلا طبخة البشاميل سهلة جدا وسريعة. حطينا مية غالينها. حطينا رشة ملح. وشوية زيت. شوية زيت وهنحط. أيوة. المكرونة عشان تتسلق. احنا حطينا شوية زيت بالسلق مشان يكون سهل وما تلزق المكرونة مع بعضها. اوكي، اذا حطينا رشة ملح وزيت والمية مغلية، وحطينا فوق المكرونة عشان تتسلق، وهنسيبها تكمل مشوارها، واحنا هنكمل مشوارنا في حاجة تانية. حطينا شوية زيت بالطنجرة. اكيد هلا بدنا نحط الدجاج بعد ما يحمى الزيت. استنى شوي بس. سريعة بالتقطيع طبعا. شوي ديري بالك على ايدك. من وراك طبعا السكينة مشان نكون حذرين جدا واحنا ماسكينها، ونقطع شوية ما نسرعش في التقطيع، نفكر نفسنا شاطرين ونقطع بسرعة عشان السكينة دي حادة، متهزرش معانا ممكن على طول تضيع صباعك. تمام كده كفاية ولا أكتر؟ لا كمان. لأنه طيب الفطر لما ينطبخ على النار بصغر حجمه. مظبوط. ايه طبعا، هي يعني شايفين الكميه هاي الكبيره هون راح ترجع بعد ما نحطها مع الدجاج ونخلطهم مع بعض ونحمصهم، راح تشوفوا راح يصيروا شوي صغيره. طيب تمام. اذا الشيف هنا عمل ايه؟ حط شويه زيت في الطنجره، وحط الدجاج اللي احنا مقطعينه، صدر الدجاج مقطعينه قطع صغيره، حطه على النار عشان استوي. حطينا شوية زيت، استنينا ليحمى، بعدين نضيف عليهم شوية زبدة مشان صلصة البشاميل تمسك مع بعضها. هلا بتقدري تحطي الفطر مع الدجاج. الفطر حطيناه، حطي شوية طلعش برا الحلة. ايوه. ومنضيف شوية ملح. شوية ملح تقريبا معلقتين صغار. والمكرونة قربت تجهز بقلها شوية وتستوي. جهزت مكرونة. جهزت. نحطها منديرها بنص باي. هنحط الدقيق اللي هو طحين، ومنحرك لنشوف كيف كثافة الدجاج مع الفطر.
عندنا حليب سخن بنضيفه فوق الدجاج والطحين والفطر. تقريبا عندنا لتر ونص حليب. حليب سخن حطيناه بعد ما حطينا الطحين وحنقلب وحنسيبها. ايوه هلا لما تغلي رح تجمد معنا ويصير صوص البشاميل جاهز. مية مية. اذا كده خلصنا من صوص البشاميل. هنعمل الشوربة وهي شوربة بندورة بالدورة. تحب اطلع مقادير الشوربة؟ ايوه. اوكي. الشوربة بتاعتنا النهاردة وهي شوربة بندورة بالدورة هيكون معانا بصل، طماطم، دقيق، ذرة ومعجون الطماطم. اول شيء نبدأ نبلش بالبصل. نقطعه قطع صغيرة عشان يعطينا طعم بالشوربة. وادي البصلة اتقطعت يا شيف، تفضل. اعطيني لانه الزيت حامي. واحنا الطماطم مقطعينها اللي هي البندورة مقطعينها مكعبات زي ما انتم شايفين. حبتين بندورة بكفي. حبتين متوسطة الحجم. أيوة. مش كبيرة قوي ولا صغيرة، متوسطة. عندنا ذرة احنا سلقينها من قبل كده، طلعناها بعد ما سلقت وقطعنا منها الذرة وسيبنا. وهلا بعد ما تحمر البصل رح نضيف طماطم. حط معلقتين كبار معجون الطماطم. نقلب. نحط لها معلقة ملح صغيرة. معلقة ملح صغيرة. أيوة. كل واحد حسب رغبته في الملح، بس يستحسن إنه إحنا ما نكترش وخصوصا في رمضان. هنا صوص البشاميل شوية تقل بس لسه عايز له كمان وقت. ايوه ولازم نضل نحركه مشان ما ينحرق من تحت لانه في حليب. مظبوط. وعندنا هون مرق الدجاج. بنضيفه على الطماطم والمكونات الثانيه اللي قلنا عنهم معجون الطماطم. مره ثانيه شايف اقول لهم مره ثانيه ازاي الشوربه عملناها. يلا. عشان يكونوا عارفين معانا اول باول. شويه زيت، بصل، بصلايه واحده مقطعه، حطينا حبتين طماطم مقطعينها مربعات حطيناها، وبعدين حطينا ملح، ودلوقتي حطينا مرقة الدجاج. أيوة. وبقي علينا الذرة ومعجون الطماطم. معجون الطماطم بقي علينا الذرة. هلا نستنى لتغلي وبعدين بنضيف عليها. طيب. الذرة المسلوقة لأنه سلقناها قبل. مظبوط. إذا وعبال ما الشوربة تغلي وعبال ما صوص البشاميل يخلص وأكيد المكرونة جاهزة معانا، هنروح لفاصل أنا والشيف سليمان، وأكيد أنتوا راجعين مرة تانية ومكملين معاكم بالعافية. عودة لكم مجددا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل ومكملين معاكم بالعافية للنهاردة، وطبختنا هتكون مكرونة بشاميل بالدجاج، ويكون معانا سلطة خس مشكل، وهيكون معانا شوربة بندورة بالذرة، واخر حاجة هيكون معانا ايه؟ مشاط. دلوقتي احنا قلنا لكم قبل الفاصل هتغلي الشوربة، والشوربة غليت بقى علينا بس ان احنا نحط الذرة اللي احنا سلقينها من قبل كده. ووب يا سلام عليك يا شيف، حطينا الذرة على الشوربة عشان تكون جاهزة. صوص البشاميل قرب بيجمد شوية، ونخلي النار تحت واطية مشان هلا تنطبخ الشوربة على ريحتها. المكرونة جاهزة، المكرونة سلقناها وجهزناها، خلصت في يعني 10 دقائق. مقادير السلطة هتكون أيوة. طماطم، خل أحمر اللي هو البلسمك، اللي هو البلسمك، خس مشكل. أيوة. زي ما انتم شايفين الشيف حطها ازاي مرتبها. نقطع جميع انواع الخس. يلا 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 نقطع. انا النهارده متحمسه جدا وجعانه جدا، عايزه اعطينا جات كمان مثل هذا كبير. نقطع الخس كله قطع كبيره. ده كويس. ايوه. اذا الشيف قطع الخس. بعد ما جمد البشاميل مع الدجاج والمشروم راح اضيف عليه المكرونه المسلوقه. طيب انا دلوقتي هبدا النوع الثالث
رايك انت تقطعه؟ انا بقطعه يلا. الشيف يقطعه، هو متمكن اكتر مني وخبرة اكتر مني يقدر يقطعه، انا الصراحة مش هقدر. بس خليني اقلب المكرونة مع البشاميل والدجاج. يلا قربنا نخلص السلطة. قطع طماطم؟ قطعيها بالنص. اوكي. يعني كل حبة نصين. قطعها. قطعها نصين. قصيهم وما تحطيهم هون، خليهم برا مشان نحطهم على الوش. طيب حاضر. ايوه. قصيهم وخليهم برا. شوف عنده طريقة معينة. السلطة. خلينا نشوف هيطلع معاه ايه. شيف حصل ايه في الشوربة؟ الشوربة بتغلي على نار هادية. البشاميل. البشاميل. مع المكروني والجاج والفطر قرب يجهز. بعد ما قطعنا الخس انا قطعت الطماطم وجاهزة، احطها على السلطة؟ ايوه. قطعها على السلطة. وقطعتها الطماطم وهيك. كده نكون خلصنا من السلطة، بقى عليها. وبنفس الوقت المكرونة هون جهزت. مكرونة جاهزة. والبشاميل نشف عنها مشان نحطها بصينية ونحطها على وشها جبنة ونحطها بالفرن. والشوربة كمان تقريبا جاهزة، بس ناقصها شغلة احنا ما حطيناها من اول، رشة بهار اسود. خفيفة لانه شوربة. ايوه. قلنا لها بهار اسود هو فلفل اسود. ايوه، لانه قلنا على طول البهار الاسود مع الطماطم او صلصة الطماطم كثير طيب. كده تمام. الشوربة غليت والبشاميل بنجهزها. اساعدك انا بس هيك على الخفيف. كده حطينا البشاميل. أيوة. كاملة. وزعيهم. وزعها بالتساوي تكون في الحلة كلها. مزبوط. بس هيك بكفيها. بكفيها. هلا شو بدك تعملي؟ هلا شو بدي اعمل؟ بدي احطها بالفرن. اعطيني. تفضل. لا بدك تحطي جبنة على الوش مشان تتحمر. الجبنة. الجبنة صح. ده أحلى حاجة يعني في البشاميل إن إحنا نحط الجبنة على الوش عشان تجهز تتحمر. وأنا حطيت الجبنة على البشاميل، مكرونة بشاميل بالمشروم وهو الفطر، وجاهز إن إحنا نحطها في الفرن. يلا. هلا حطيناها صينيه كامله تبعت البشاميل بالفرن مشان تتحمر وشها. نشيل الشوربه على جنب لانه صارت جاهزه. مكونات المشاط كالتالي: دقيق. ايوه. بيض. اها. بقدونس. ايوه. بهارات. كمون. كمون. فلفل اسود. وراح نحتاج ملح كمان. والارنبيت. ايوه. جاهز ونعمل مشاط. طيب حط البيض اول شيء. كلهم؟ شوفوا الحركه دي. يا سلام. مش تعرفوا ان انا بعرف اقلي بيض. دي اشطر حاجه انا فيها. طيب اعطيني. تفضل. ايوه. يعني قلنا هي الشغله الوحيده اللي بتعرف تطبخها تقلي بيض. حسدت نفسي. وزي ما انتم شايفين حتى بيض مش نافع. معلقه ونص ملح. وبنحط معلقه والثانيه كمون. معلقة واحدة معلقة صغيرة بهار اسود. اخلطيهم. اخلطهم. ارنبيط. زهرة. مع البيض. الحين نرش رشة بقدونس. بقدونس. طبعا بتقدروا تزيدوا بقدونس، بتقدروا تنقصوا حسب انتم ما بدكم. كل واحد حسب رغبته. نرجع نضيف عليها طحين. انا راح احط معلقتين كبار واحركها شوي
ثلاث معالق لنشوف بعد ما نحرك انه صارت كثافته كويسه للقلي ولا لا. اذا احنا كده اعزائي المشاهدين خلصنا من البشاميل وحطيناها في الفرن وجازت. السلطه وهي سلطه خس مشكل حطيناها في الثلاجه. الشوربه جاهزه. الشوربه جاهزه وحطيناها على جنب. عبال ما نكون نظفنا كل حاجه ونشوف البشاميل حصل فيها ايه ونطلع سلطه وهنتبلها مع بعض. هنروح انا والشيف سليمان واكيد مشاهدينا الفصل قصير وراجعين مره ثانيه ومكملين معاكم طبختنا النهارده. عودة لكم مجددا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل ومكملين معاكم بالعافيه للنهارده وطبختنا بشاميل بالمشروم. مكرونه بالبشاميل. مكرونه بشاميل بالمشروم ومعانا المشاعر زي ما انتم شايفين عملناها مع بعض قبل الفاصل ومعانا شوربه الذره بالذره ومعانا سلطه خس مشكل. انا هنضف هنا السفره. وتجيب السلطه مشان نتبلها. هجيب السلطه عشان نتبلها مع بعض. اروح؟ ايوه. ثانيه واحده. اهلا. والسلطه جات. يلا 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 توابل. ما راح نحط شويه ملح. ملح تقريبا معلقتين. احنا زي ما قلنا راح نستخدم شكلها حلو وزيت زيتون. زيت زيتون دايما على السلطه يكون فيه زيت زيتون. كفايه زيت زيتون. وين البلسميك الخل الاحمر؟ قلت لك جيبيه انا عشان ما ننساه للسلطه. انا جبته ونزلته. أيوة. تحت عشان ما يقعش ويوسخ المكان. شفت ازاي انا شاطره؟ جدا. وهيك تحمروا الجهتين صار لازم نشيله من الزيت على محرمه مشان وادي الخل الاحمر حطيناه وهو البلسمك. اذا سلطتنا هتكون خس مشكل. خس مشكل بالطماطم مقطعه قطع صغيره جدا. هي اصلا صغيره. وحطينا ملح وحطينا زيت زيتون وحطينا خل احمر وهو البلسمك. والمشاط جهز وتحمر واخد لون ذهبي. شوف البشاميل حصل فيها ايه. شوف تقريبا استوت البشاميل اخدت لون حلو من فوق تقريبا. ايوه انت ادرى. بدنا نخلط وده نخلط السلطة. شو رأيك؟ انت اخلطها عندك كده. وده الجات للمشاط. ايوه صفتيهم بالجات عشان يكونوا جاهزين للفطور. مشاط نحطه في الجات. ايه رأيكم؟ ناخد الوش الثاني عشان يكون شرب منديل شرب منه زيت مفهوش زيت وجاهز للفطور. أربع قطع كل واحد يعمل على قده ميعملش أكتر من طاقتنا في الأكل. وإذا عملنا أكتر أكيد يدي لأصحابنا لجيراننا. رمضان كريم ولازم نوزع دايما على الناس. أيوة هذه عادات وتقاليد معروفة بين كل الناس. باقي علينا دلوقتي البشاميل والشربة. السلطة جاهز. جات للشربة. ننظف بس الخل اللي على الداير. حاضر هننظفه. شربة جاهزة. تي تي تي. إذا البشاميل اللي جهزت معانا هروح أجيبها دلوقتي. ثواني يا بشاميل أنا جاية. يلا. وشربة طماطم. خلصت من السلطة؟ جاهزة. شكلها لذيذ جدا وريحتها ألذ. شايف انا عندي أنا فكره. انا اشيلها احسن. أيوة لانه سخنه وتقيله. واو البشاميل جهزت. اخيرا خلصنا من طبختنا النهارده والشوربه كمان جهزت. ايوه ننظفها بس كفايه كده.
وبكده نكون خلصنا من طبختنا النهاردة يا شيف. أخيرا وصلنا لنهاية مشوارنا. كان معانا النهاردة مكرونة بشاميل بالفطر والدجاج، وكان معانا سلطة الخس المشكل مظبوط مع الطماطم، مع الطماطم والخل الأحمر اللي هو البلسامك. وكانت شربتنا النهاردة شربة بندورة بالذرة زي ما شفتونا زي عملناها. وكان معانا المشاط النهاردة أول مرة أطبخه، أول مرة أشوف شكله. وبكده نكون خلصنا من كل حاجة. بقى علينا التمر، أهم حاجة دايما على السفرة دايما بفكركم فيه. يسلموا ايديك يا شيف. بالعافية بالعافية علينا وعليكم، وصياما مقبول وإفطارا هنيا، وإلى اللقاء.